مي كساب وعايز اتكلم عليها كده طبعا. مي كساب كان ليها دور كبير، وكان المشهد اللي كان مصطفى عامل عشان خاطره الفيلم كان مع مي كساب. مي كساب ممثله هايله وعامله المشاهد اللي ليها في الفيلم بتموت من الضحك، لكن لحسن الحظ ولسوء الحظ، لحسن الحظ ان هي كانت حامل فصورت معانا مشاهد وهي في الثاني ومشاهد وهي في التاسع، فكان ابتدت مي كساب تبقى حامل اكتر من البطله الحامل. يا حامل توأم.